من الأولى نحييكم، هذا عرض إخباري جديد ومباشر تتابعونا في أبرز العناوين. العناية الملكية الموصولة للكفاءات الشابة ولولوج المجال التكنولوجي مكنت المقاولات المبتكرة والذكية من تحقيق قفزة نوعية جعلتها محركا رئيسيا في التنمية الشاملة. فن أحدوس رقصة تعبيرية تجسد التراث اللامادي الذي تزخر به منطقة الأطلس المتوسط، غناء جماعي ارتبط بالمجال الطبيعي، والروبورتاج من إقليم إفتان. فعاليات الدورة 12 للمهرجان الدولي أطفال السلام متواصلة بمشاركة 600 طفل يمثلون 30 دولة، والهدف ترسيخ قيم وثقافة السلام والتسامح وتشجيع التكافل بين الشعوب. ضيف الدورة صربيا. للسنة 12 على التوالي شاطئ السوري القديمة بأسف يحصل على اللواء الأزرق كعلامة تعكس جودة مياهه ونظافة مرافقه. أهلا بكم من جديد. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى 19 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، سيبث خطاب العرش السامي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 9:30 من مساء يوم غد الأحد 29 يوليوز. وبمناسبة الذكرى 19 لتربع جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على عرش أسلافه المنعمين، تنظم القوات الملكية الجوية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين على مشارف شواطئ المضيق والريفيين ومارتيل استعراضات جوية ستقدمها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية. بلغوا أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أضاف أن هذه الاستعراضات الجوية ستنطلق ابتداء من الساعة 5 بعد الزوال. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية التهنئة إلى رئيس جمهورية البيرو السيد مارتن فيسكارا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. قصص نجاح في مجال الابتكار، شباب آمن بقدراته وحول أفكاره لواقع، خلق مقاولة مبتكرة وبات من المحركات الرئيسية للتنمية في بلادنا. كل هذا بفضل العناية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لفئة الشباب وللمجال التكنولوجي. مادي محب وسكن الإدريسي. مغرب اليوم، مغرب يعيش على إيقاع نمو سريع بفضل كفاءة شبابه واهتمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله بهذه الفئة، فئة تعتبر مصدر إبداع ووسيلة لتحقيق التنمية المستدامة. فأنتم معشر الشباب تشكلون الثروة الحقيقية للوطن، اعتبارا للدور الذي تنهضون به كفاعلين في سياق التطور الاجتماعي، فأنتم تتمتعون بكامل المواطنة بما تعنيه من حقوق وواجبات ومن انخراط إيجابي في التحولات التي يعرفها المجتمع، وذلك في تشبث بثوابت الهوية الوطنية وانفتاح على القيم الكونية. ومن ثم ما فتئنا نحرص على الإصغاء إلى انشغالاتكم الخاصة والتجاوب مع تطلعاتكم المشروعة أينما كنتم ومهما كانت انتماءاتكم. مريم لحلو نموذج للمقاولين المبتكرين الشباب اختارت تأسيس مقاولتها في المغرب. جاءت بفكرة متميزة تعتمد على تحليل تعابير الوجه وقراءة الأحاسيس من أجل تحسين نوعية الإعلانات والإشهارات. شكلت مقاولة كبيرة في فرنسا وفي دبي مؤخرا بالمغرب، ومديت خط المغرب لاحظت أن تقنيات دراسات السوق والمستهلك اللي كنت كنستعملها ملي كنت بالخارج ما كانتش مطورة بزاف في المغرب، وقررت هكا نحقق مشروع في هذا المجال في بلادي. البداية ما كتكونش سهلة،
وشنو عاوني بشكل كبير هو أنه أولا ما بقيتش بوحدي، دخلت في شراكة مع شخص عنده خبرة وكفاءات مختلفة عليا، وهذا شيء ساعد بزاف. وثانيا كوننا ملف باش نستفدوا من خدمات التكنوبارك في الدار البيضاء اللي كيسهل البداية ديال المقاولين الشباب والستارتوبر. وفي دراستنا الأحاسيس ومشاعر ديال المستهلك كنعتمدوا على تقنيات حديثة، من أهمها عندنا كاميرا كتمكننا من تحليل تعابير الوجه باش نفهموا الميولات ونحسنوا النتائج ديال الاختبارات اللي كنديروا مثلا على إعلانات، مواقع إلكترونية أو محتوى رقمي. طموحات تكرس اهتماما متواصلا يوليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله لفئة الشباب، مشاريع تنموية في المجال الصناعي، مدينة للابتكار بجهة سوس ماسة، مقاولات صغرى ومتوسطة، دعم مادي ومعنوي، وقبل هذا وذاك حلم بناء مغرب يتطور باستمرار. دوليا، دعوات إلى موقف حاسم في مواجهة الممارسات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة بعد إغلاق المسجد الأقصى لساعات يوم أمس وسط إدانة دولية رافضة لاعتداءات تل أبيب. تفاصيل الموضوع في ورقة إبراهيم المرزوقي. بعد شهيد الأمس في قطاع غزة، شهيد ثالث قضى اليوم متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. فقد أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم عن وفاة شاب فلسطيني جراء إصابته أمس برصاصة إسرائيلية متفجرة في صدره. بالمقابل بلغ عدد المصابين والجرحى بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع خلال مسيرة الأمس والتظاهرات قرب الحدود الفاصلة بين شرق قطاع غزة وإسرائيل حوالي 246 فلسطينيا، جراح 11 منهم وصفت بالخطيرة. وفي الوقت الذي أدانت فيه العديد من الدول الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، عقدت اليوم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أدانت فيه الانتهاكات الإسرائيلية، كما نددت بقانون القومية العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي باعتباره مقدمة لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني وإلغاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. أفادت معطيات للأمم المتحدة أنه منذ بدء الأزمة السورية سنة 2011 قتل أصيب أكثر من 7000 طفل، حيث تم توثيق وقوع أكثر من 1200 انتهاك ضد الأطفال منذ بداية العام الحالي، ما أسفر عن مقتل وإصابة 600 طفل وتجنيد واستخدام 180 من قبل الجماعات المسلحة، بينما تعرضت أكثر من 60 مدرسة للاعتداء، بالإضافة إلى الهجمات ضد المستشفيات والعاملين في المجال الطبي. قتل شخصان على الأقل وجرح 5 آخرين في اعتداء شنه مسلحون على مركز تدريب في جلال أباد شرق أفغانستان هذا اليوم، استمر 7 ساعات وانتهى بمقتل المهاجمين، فيما تم تحرير 67 شخصا من الأساتذة والطلبة الذين كانوا داخل المبنى أثناء هذا الاعتداء الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. أعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس دونالد ترامب يتطلع إلى استقبال بوتين في واشنطن بعد حلول العام الجديد. وأكد البيان أن ترامب منفتح على زيارة موسكو عند تلقيه دعوة رسمية بذلك. وقبل ذلك كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عبر عن استعداده لعقد لقاء جديد مع نظيره الأمريكي سواء في موسكو أو في واشنطن. أبهر القمر الأحمر دموي اللون مراقبي الفلك في كثير من أرجاء المعمور ليلة أمس، وهو يدخل شيئا فشيئا داخل ظل الأرض في أطول خسوف يعرفه القرن 21، حيث شخصت أبصار الآلاف نحو السماء لرؤية القمر الذي أعتم ثم تحول لونه إلى البرتقالي فالبني والقرمزي لدى توغله في ظل الأرض، وقد أمكنت رؤيته في أوروبا، روسيا، أفريقيا، الشرق الأوسط ومعظم أنحاء آسيا وأستراليا. هذا الخسوف التام كان في الساعة 8:22 بتوقيت غرينتش، وقد تابعه من بلادنا عدد من المهتمين. الحدث رصده طاقم الأولى بمدينة مراكش، والمتابعة كانت لأمين علام والمعتصم بالله البوعساوي.
أساتذة جامعيون جمعية لهواة الفلك مهتمون بالظواهر الفلكية وأناس عاديون كبار وصغار كانت وجهتهم المركز الثقافي أطلس جولف للفلك بمراكش لإشباع رغبتهم في مشاهدة واحدة من الظواهر النادرة وهي أطول خسوف كلي للقمر استغرق مدة تزيد عن 3 ساعات وهو الخسوف الذي اعتبره الخبراء المختصون من الظواهر النادرة. هذه الظاهرة غادي تكون طويلة لأنه غدوم أكثر من 2.5 ساعة وهي ظاهرة كتجي على أساس أنه الأرض كتدور على الشمس والقمر كيدور على 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 الأرض وواحد الوقت الأرض كتكون بين الشمس والقمر في واحد الخط مستقيم. إلا أن هذا خسوف القمر غادي يكون اللون ديالو اليوم أحمر. لماذا أحمر؟ لأن هناك انحناء ديال الأشعة الشمسية في الجوانب ديال الأرض الشيء اللي تخلي الأتموسفير ديال الأرض الغلاف الجوي يمتص ذلك الأشعة اللي عندها لون أحمر. باهتمام كبير كان الحضور يترقب عملية الخسوف التي كانت متعذرة في البداية على العين المجردة لكنها تكشفت فيما بعد. مجموعة من الأجهزة التقنية كانت متاحة أمام الجمهور بما فيها أنواع متطورة من التلسكوبات لفك ألغاز هذا المشهد النادر. جينا اليوم نشاركوا في مشاهدة الدائرة هذه اللي هي دائرة خسوف القمر اللي تعتبر أطول دائرة أطول خسوف للقمر في القرن 21. وحنا كنادي الدور ديالنا على مستوى الجامعة وأننا نساهموا في خلق واحد الإشاعة لعلم الفلك على مستوى الجامعة القضائية بصفة خاصة وعلى مستوى مدينة مراكش بصفة عامة. ظاهرة فلكية نادرة كان الحضور هنا بهذا المركز المتخصص بمدينة مراكش من المحظوظين لمتابعتها إذا علمنا أن مناطق من العالم لم تكن لها هذه الحظوة لمشاهدة أطوار واحدة من الأحداث الفلكية المميزة التي طبعت بداية هذا القرن. الآن إلى الفقرة الثقافية للنشر يقدمها الزميل عبد الرحيم بن شيخي. عبد الرحيم مساء الخير. مساء الخير مريم. البداية عبد الرحيم بمعرض الصور الفوتوغرافية صحيح. وتجربة فريدة من نوعها خصوصا ونحن نعلم أن الصورة تعتبر وثيقة ذات أهمية قصوى وثيقة معبرة وقوية. نعم وثيقة معبرة وقوية إذا كان الشخص الذي يلتقط هذه الصورة فنان فهي تخليد للحظة في حياة هذا المصور وفي حياة الإنسانية. والتهامي النظر هو أحد أبرز هذه الأسماء في التعامل مع العدسة وإعطاء الصورة كل أبعادها. بالدار البيضاء كان آخر معارضه حيث وشح بوسام الجمهورية الفرنسية للفنون والأداب من درجة فارس احتفاء بمسار فني متميز لرجل متميز. فتح أمغار وعاشور بن مسعود. هو معرض استعادي للأعمال الفوتوغرافية للفنان التهامي الناظر يعبر من خلاله عن نظرته ومسيرته الفنية مستنبطا من عالمه الصغير حجرة مظلمة التي تحيله إلى حجرة مضيئة الأسود والأبيض. ومن هنا قدم الفنان التهامي سلسلة أعمال ذات شهرة عالمية. أمي كانت تدير الزرابي وما كانش عندنا الضوء وكنت أنا تنشد لها الشمع باش خدم ومن بعد في بلاصه الشمع ولي داير صوارة خص واحد بخدمته يديفوندي بلادو يديفوندي لا كولتور ديالو. تظاهرة ثقافية قام خلالها سفير دولة فرنسا المعتمد ببلادنا بتوشيح صدر الفنان التهامي الناظر بوسام من درجة فارس للفنون والآداب اعترافا وتقديرا على ما قدمه من أعمال جليلة ومتميزة. بالتتويج الفنان التهامي تتوج كذلك المدينة العتيقة ديال الدار البيضاء لأن هذه المدينة هذه هي اللي أعطت هاد الفنان وكانت كذلك مساهمة في المسار دياله المتميز المتفرد لأنه من مدينة القديمة ديال الدار البيضاء إلى نيويورك إلى هونغ كونغ إلى طوكيو إلى مدن عالمية. للإشارة فإن الفنان التهامي الناظر حاز على الجائزة العالمية للتصوير الفوتوغرافي سنة 1976 فانطلاقا من المغرب الفنان جاب كلا من جنوب شرق آسيا وفرنسا. أحد أبرز المدارس التشكيلية الروسية تحل بالمغرب في عرض للوحات مستوحاة من طبيعة مختلفة وجغرافية مغايرة من سيبيريا حيث يقصو الطقس وتدفئه ورشة الإبداع تجربة فريدة بالمركز الثقافي الروسي بالرباط ترصدها إيمان سلاوي وفؤاد الحرش.
هو انفصال في تعامل مع اللوحة من جغرافية إلى أخرى، من روسيا وبالضبط سيبيريا إلى المغرب، انسلاخ مثير من البارد القارس المتمسك بالأبيض الناصع إلى الدفء المتعدد الألوان المتمسك بالفصول، شيء أشبه ما يكون بقنطرة لا يعبرها إلا الفنان. صحيح هناك فرق للعين أساسا ثم للريشة وإخراج المناظر في لوحة، طبيعتنا مختلفة تماما لكنها غنية وتفاجئ بأشكال متعددة، أما هنا بالمغرب فتكون أقرب إلى الإلهام منها إلى الإبداع. إنها تجربة فريدة للفنان، أولا إبحار في فضاء وطبيعة مختلفة مما يستدعي إعادة النظر في الذات التشكيل وبالتالي العمل على صقل الموهبة والحرفة أكثر. هكذا يكون الموسم الخامس لمهرجان التشكيل المغربي الروسي بوابة نحو تجربة فريدة تهدف مزج التجارب وإعطاء فرصة للفنانين من كلا البلدين للتعبير وإمكانية الإنتاج المشترك لمواضيع استعصت عن أجيال من التشكيليين السابقين. الشعر الحسني عبد الرحيم موروث ثقافي ولغوي جد مهم تحتفي به مدينة قلميم في إطار أمسيتها المتواصلة في إطار فعالية أسبوع الجمال، وهو موروث غني ومتنوع يعني على الساحة الثقافية المغربية، وما زال يثري المشهد الثقافي بعدد من القصائد. في هذا الإطار عبد الرحيم عندما نتحدث عن الشعر الحسني نتحدث أيضا عن التبراع. التبراع هو شعر حسني تختص به المرأة المغربية الصحراوية، وبالصحراء وقافلة الصحراء الجمل ارتبط شكل أدبي مغربي هو ما نصطلح عليه بالشعر الحساني، وهو اشتقاق عن حسن في اللغة وفي النظم. هي أماسي فنية أدبية لجمعية مهرجان قلميم للتنمية والتواصل. الغالي القرحي وعبد الرحيم حاجي. نغمات التيدينيت وأردين انسجمت وهدوء ليلة صيفية من ليالي مهرجان أسبوع الجمل، هي ليلة الشعر والأدب والطرب الحساني الأصيل. شعراء من مختلف الأقاليم الجنوبية، الشباب منهم وكبار الشعراء، صدحت حناجرهم بإلقاءات شعرية في بحور مختلفة من الشعر الحساني، تغنت بالتاريخ والجغرافيا ولم تغفر رمزية الحدث وتيمته الأساسية الجمل والإبل. تبارك الله شباب ثاني صاع، تبارك الله رافد المشعب ما شاء الله عليه، وكانت للعموم لمسية ومسية زينة في انسجام بين ذلك قدمت الفرقة وبين ذلك قالوا لدباء. الليلة حضرنا خيمة شعر هنا ضمن فعاليات أسبوع الجمل، وتخطات في جواء بغانية صح التعبير. الحقيقة احنا فاصلين في ذا النوع من الملتقيات ومن التظاهرات اللي تركز على الشعر الحساني وإحياء الموروث الثقافي. كانت خيمة بامتياز جميلة وحضورها كان رائع، وكانت بكل المقاييس في مستوى ذاك اللي كنا تبارك الله نطمحوا له. إلقاءات شعرية زادها جمالا وجاذبية إيقاعات الموسيقى الحسانية وصوت شجي للفنانة الموريتانية ميمة من دندني ومجموعتها التي شنفت الأذان بوصلات من الطرب الحساني تجسد تناغما بين الشعر والموسيقى الحسانية لتقدم أبهى صورة عن الموروث الثقافي لهذا المجال والذي يحتفى به خلال هذا المهرجان. زين ما شاء الله، وشعراء كانوا شعراء تبارك الله كانوا زين داري يقولوا للمستوى ما شاء الله، وقالوا زين وقالوا ياسم القيفان واعرين وزينين. ما فاتتنا على وقفتنا وقت حمار العين كينا غير ما اللي ما فاتتنا كف الله المؤمنين. هي خيمة الشعر تلتقي فيها أهم مكونات الثقافة الحسانية وتعكس جمالية وغنى هذا الموروث الثقافي والحضاري للمنطقة، والذي يسعى مهرجان أسبوع الجمل إلى إحيائه والاحتفاء به. من الشعر إلى أحد الألوان التعبيرية الأخرى إلى فن أحدوس، هذا الفن العريق الذي ظهر منذ عصور خلت في منطقة الأطلس المتوسط، فن يحتفى به كل سنة بمنطقة عين اللوح من خلال المهرجان الوطني الذي ينطلق اليوم في دورته 18، فسحة فنية وجمالية
ومناسبة لإبراز خصوصيات هذا اللون الغنائي الجماعي المرتبط بالوسط الطبيعي. المزيد عن نشأة وتاريخ هذا الفن وأنماطه في روبورتاج لطيفة بن حليمة وأحمد الفاضلي من إفران. هنا في غابة مدمام في قلب الأطلس المتوسط، آخر استعدادات فرقة إخفوامان القادمة من أزرو لتقديم رقصتها. كل التفاصيل الدقيقة تؤخذ بعين الاعتبار، من ارتداء زي التقليدي الموحد وتسخين الدفوف أو البندير. وهذا الفن يعتمد على الكلمة والإيقاع والرقص، وهو انعكاس للمعيش اليومي لساكنة الأطلس. عندما نتحدث عن أحيدوس نتحدث عن العمل الجاد الذي يقوم به السكان الأمازيغ في مناطق المغربية. هذا الأحيدوس هو الذي نجده عندما يكون الحصاد في مواسم الفلاحة، وعندما يكون الدز عند الأغنام. فن أحيدوس فن عريق ارتبط منذ ظهوره بالمجال الطبيعي والجغرافي للأطلس، حيث الجبال والمياه والخضرة، وهو فن متوارث من جيل إلى جيل. كما كتعرفوا أحيدوس هو واحد الموروث الثقافي خديناه من الجدود ديالنا، وكيعجبني ولقيت فيه راحتي. وكنت في الصغر كنحضر العرسات وكنت متاع فيهم ولقيت راحتي. هذا هو اللي خلاني باش نمارس هذا الفن، هذا ماشي كممارس فقط ولكن كواحد الانسان كيستوعب دوك الكلمات، حيث فيها واحد مجموعه ديال الرسائل. حضور المرأة الأمازيغية في رقصة أحيدوس أساسي، فالعديد من الشابات وجدن في احتراف الرقصة وسيلة من أجل الحفاظ على إرث أجدادهن. الحيدوس ما نقدرش نسمح فيه، أنا في حيدوس من صغري كان الوالد ديالي الله يرحمه كيمشي للأعراس وكيمشي للمهرجانات كنتفرج فيه، وكيمشي للأعراس كندخل حداه كنلعب الحيدوس، والحيدوس أنا كيعجبني. والدراري كونوا الفرقة وداخلة معاهم بحالي بحالهم وكنمشيو للمهرجانات. رقصة أحيدوس تختلف من حيث الشكل والمضمون من منطقة إلى أخرى، واعتبارا للقيمة الثقافية والتاريخية لهذا التراث يخصص له سنويا مهرجان وطني بعين اللوح، ويبلغ عدد الفرق المنخرطة في هذا الفن ببلادنا ما يفوق 80 فرقة يشكل فيها العنصر الشاب العمود الفقري. أسفي عفوا مريم، تحتفي بالدورة الثانية لمهرجان فرق الأحياء المسرح في الحلقة، شعار يطرح أسئلة التأصيل عن أيهما الأسبق، ومحاولة لإبراز المواهب في مجال الأداء المسرحي والكتابة وحتى الارتجال. حنان أرسلان وعبد الغني الطهراوي. في فضاء مغاير خارج جدران المسرح والقاعة اختيرت هذه السنة ساحة مولى يوسف بأسفي لاحتضان فعاليات مهرجان فرق الأحياء. متعة التمثيل اكتشفتها العديد من المواهب خلال هذا المهرجان الذي أتاح الفرصة للعديد من الفرق لإظهار فنيتهم في الكتابة والأداء. أول مرة كنمثل وكنألف المسرحية من إخراجي ومن تأليفي ومن تأطير الأستاذة شامل مودن. الحلقة تتيح للجميع متعة الفرجة، من كل الأعمار كانت المشاركة والتأطير متاح لكل الفرق. خرجنا الحلقة لنعانق هذا الجمهور المسفيوي، وبالتالي نؤطر الأحياء وكذلك نؤطر لجمهور مسرحي نعوده على الفرجة. نهدف من خلال هذا المشروع إلى تأطير الشباب داخل الأحياء مع مجموعة من المؤطرين التابعين لفرقة درامانيت، والذين تفاعلوا مع العمل طيلة السنة ابتداء من شهر 10. اليوم الحمد لله يعني تم الانفتاح على الشارع يعني إبداع نموذج جديد من مسرح الحي، وهو محاولة إحياء يعني المسرح المرتبط بفن الحلقة.
مهرجان فرق الأحياء نقطة إشعاع فني وثقافي تعيش على إيقاعه مدينة آسفي، وقيمة مضافة تؤسس لعمل فني ومسرحي يستقطب شباب الأحياء. ثقافات مختلفة عبد الرحيم حجت إلى بلادنا للمشاركة في مهرجان فريد من نوعه يدعو إلى السلام. صحيح مريم، وهذه الثقافات ليست غريبة عنا، فنحن عندما كتب ابن بطوطة تحفة الأمصار كنا نتعرف من خلال الكتاب إلى ثقافات أخرى متعددة في أقاصي البلدان. اليوم هذه الثقافات تجيء إلينا، تعود إلينا في 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 مشهد رائع. الدورة الثانية عشرة لمهرجان الدولي لأطفال السلام، والبداية من ساحة باب المريصة بمدينة سلا، رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، ولقاء عالمي لأكثر من 30 دولة. الفن كان لغة مشتركة للحوار والتعبير عن تاريخ مشترك للإنسانية. أحمد بن خديجة وحسن سيرة. في ليلة ظلماء مصابيح السلام تنير الفضاء، تسوق مثير، تخالهم حنجرة واحدة. نشارك في الدورة الثانية عشرة لمهرجان الدولي لأطفال السلام، وهي أول مرة نشارك فيها ودي فرحان بزاف. الحقيقة أنا مبسوط جدا إن أنا قابلت الأطفال العالم كله وبتعامل معاهم وتعرفنا مع بعض. إحنا هنغني كله وطني، هنغني تعيشي يا بلدي، ومصر تحدث عن نفسها، ومصري أم الدنيا يا بتسامح يدبرون ثقافة الاختلاف، حركاتهم وسكناتهم تجسيد لحكمة إلهية دعت إليها الديانات السماوية واقتضتها الفطرة الإنسانية. هذه السنة تتميز بعدد الدول المشاركة، أنه ضربنا عدد قياسي أولا، ثانيا عدة أنشطة برمجت كلوحة السلام، أكبر لوحة السلام التي سينجزها الأطفال. هناك عدة أنشطة إلى جانب الأنشطة الفنية الرياضية تدخل في نشر ثقافة السلم والسلام بين أطفال العالم. مستمرون في نسج حكاياتهم، أبطالها شخوص يقيمون في عالم وردي مخملي، عالم البراءة. بحكمة الصغار يدركون أنه وإن طال الليل سيأتي الصباح. أهم المواعيد الثقافية في المذكرة. انتهت الصفحة الثقافية وأعود إليك مريم. شكرا جزيلا لك عبد الرحيم، سررت بوجودك معنا. شكرا. النموذج التنموي المغربي مسار متجذر ورهان متجدد، موضوع لقاء دراسي بالرباط نظمته جمعيات مهندسي العدالة والتنمية. اللقاء ألقى الضوء على ضرورة بلورة نموذج تنموي جديد ينطلق من روح الدستور ويرتكز على أولويات محددة. المتابعة لعبد الله الشقر وسعيد إجازي.
اللقاء الدراسي مناسبة لتسليط الضوء حول أهمية تحديد عناصر وأولويات النموذج التنموي الكفيلة بتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الخدمات العمومية وتعزيز الأمن وترسيخ روح الانتماء للوطن. كيفاش يمكن الجهود اللي كنديروا في بلادنا تكون أولا تنتج الثروة وتعطينا واحد نسبة نمو قوية، وفي نفس الوقت تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تقليص الفوارق بين الفئات وبين المجالات. من تخصصات مختلفة قدمت عروض موضوعاتية حول مختلف المجالات المرتبطة بالنموذج التنموي وآفاق تطويره. خص نموذج تنموي يستجيب لحاجيات ساكنة، وفعلا جمعنا اليوم خبراء من جميع الأصناف لكي باش يتحدثوا في هذا الموضوع ونطرحوا هذا السؤال ونطرحوا بعض الإجابات، وما تكون إلا بدايات لموضوع سيستمر. أوصى المشاركون في هذا اللقاء بتعزيز الحكامة في تفعيل وتتبع عناصر النموذج التنموي والمزاوجة بين أهمية التخطيط الاستراتيجي ونجاعة البرامج وآليات التنزيل وحكامة التنفيذ. أقام حزب الاستقلال أمس بمدينة المضيق مهرجانا خطبيا بمناسبة الذكرى 48 لوفاة عبد الخالق طريس، وبالمناسبة تم استحضار محطات في المسيرة النضالية للفقيد. في النشاك العلوي وعبد العلي جنوني. لقاء يصل الحاضر وناشئته بأمجاد الوطن من أجل ما هو أفضل للأجيال القادمة خصوصا والمجتمع عموما. استحضار ما قام به السياب خلق طريس لوحدة البلاد والاستقلاله، وثانيا كذلك العمل على تقوية الروافد والهوية الوطنية، والعمل على تقوية كذلك البعد الوحدوي في بلادنا والدفاع كذلك عن الوحدة الترابية في بلادنا. عبد الخالق الطريس في ذكرى حديث عن مبادئ راسخة وروح وطنية عالية يكرمها التاريخ ويعزز تواجدها عبر الزمن حزب الاستقلال في محطات عديدة. إحياء المبادئ اللي كان كيأمن بها وكيعيش بها وناضل من أجلها، وهذه المبادئ هي المبادئ اللي تأسست عليها الحركة الوطنية تحرير البلاد، فالدفاع عن العرش العلوي المجيد، الدفاع عن وحدة التراب المغربية، إنشاء مجتمع يتمتع بجميع حقوق الإنسان. رحل عبد الخالق الطريس عن عالمنا لكنه باق بنضاله في الأذهان، يستحق الاحتفاء دائما وأبدا. وبالرباط انعقدت دورة المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية. هذه الدورة خصصت لمناقشة العرض السياسي والمصادقة عليه واستكمال بعض الإجراءات التنظيمية. عبد الشجر وفؤاد الحرش. العرض السياسي تضمن جردا كرونولوجيا لمبادرات ومواقف الحزب السياسية والتنظيمية قصد المناقشة والمصادقة. النموذج التنموي المغربي من أهم المحاور التي نوقشت خلال هذه الدورة. الخطابات الملكية الأخيرة المتعلقة بالنخب السياسية وكذلك بالنموذج التنموي خلقت نقاشات واسعة داخل الحزب، لذلك نحن نعتبر بأن هذه الدورة اللي هي دورة عادية ديال المجلس الوطني مناسبة لتعبئة صفوف الحزب وتحفيز النقاش من أجل أولا تقديم تصورات الحزب بشأن النموذج التنموي، وكذلك كل التصورات والمواقف التي تجعل من الحزب قوة اقتراحية. جدول أعمال الدورة يشمل تعديل بعض مواد النظام الداخلي للحزب واستكمال انتخاب رؤساء وأعضاء هيئات ولجان المجلس الوطني. المجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية في الواقع هو اللي غادي يأكد لنا على استمرارية الجبهة في الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين وفي تأطيرهم. عمل سياسي جاد لنموذج تنموي مأمول لكل المغربيات والمغاربة هو ما تطمح إليه جبهة القوى الديمقراطية. محاور دورة المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية انصبت كذلك حول مناقشة وتقييم الوضع التنظيمي وبحث آفاق العمل السياسي وتصورات الحزب في المستقبل.
نظم حزب المجتمع الديمقراطي اليوم بالرباط ملتقى الأحزاب المغاربي الأول. الملتقى يسعى لكي يكون أرضية لبلورة تصور سياسي وثقافي مجتمعي جديد يوحد الرؤى حول مستقبل البلدان المغاربية. هدم سهل ويسيل معسي. هو لقاء يجمع ثلاثة أحزاب من المغرب، تونس وموريتانيا، هدفه تأسيس نواة حزبية مبنية على القيم المشتركة لبلدان المنطقة المغاربية وبلورة مشروع سياسي وثقافي يساهم في توعية المواطن بأهمية المشاركة في الحياة السياسية. احنا كنأس لبيت مغاربي عربي اللي كنتمنى إن شاء الله أننا نخرج بقرارات وتوصيات اللي غتلم شمل مجموعة من الأحزاب والرد لحمل الحزبي الرونق. اللقاء أكد على ضرورة الانطلاق من التاريخ والقيم المشتركة والعقيدة واللغة الموحدة لخلق مشروع ثقافي وتنموي موحد بين هذه البلدان. ثلاثة أحزاب مغاربية تعيد الطرح القوي لدور الأحزاب السياسية، خطاب الأحزاب السياسية في طرح قضية الوحدة المغرب العربي وقيام فضاء مغاربي، شكل تاريخيا وراهنا أهم مطالب الناس، سواء مطالبها التنموية، مطالبها الأمنية، مطالبها الاقتصادية. نحن شعب واحد، تاريخ واحد، حضارة واحدة، وبالتالي لا يجوز في هذه المرحلة التاريخية أوروبا وحدت نفسها ونحن لم نستطع حتى أن نوحد جزء من وطننا العربي. اللقاء سطر أيضا مجموعة من الاقتراحات التي تصب في اتجاه النهوض بالتنمية المشتركة بالبلدان المغربية. بدوره حزب النهضة نظم ندوة فكرية ناقش خلالها المشاركون موضوع النموذج التنموي كرهان سياسي وفكري، كما طرحوا مجموعة مقاربات ترتبط بالتنمية. رشيد كنوب إلى مزاحم. تحقيق التنمية رهين بتعبئة الموارد الضرورية وعلى رأسها العنصر البشري، فكرة أجمع عليها المشاركون في هذه الندوة ورهنوا نجاحها بمستوى التعبئة الوطنية باعتبارها شرطا أساسيا لا مناص من مساهمة الجميع فيه بشكل متوازن. العنصر البشري ضروري أن يكون منظرا للتنمية، فاعلا فيها وكذلك مستنفعا بها. التنمية بالنسبة لنا كذلك ما يمكنش ترتكز إلا حافظنا على الثروات الطبيعية لبلادنا اللي ستعتبر هي ملك لكل المغاربة، ويجب توزيعها بشكل عادل ومتساوي بين جميع المغاربة. المجتمع المدني والشباب تنعرفوا بأنهما الرافعة الأساسية وهما اللي تقودوا أي نموذج تنموي، لكن لا يستقيم هذا النموذج ولا يعتدل إلا بوجود عدالة اجتماعية واقعية، وهذه غادي تكون هي المحور الأساسي لهذه الندوة. الندوة اعتبرت أيضا أن اللامركزية تعتبر إحدى أهداف التنمية، شريطة إشراك واسع للمواطنين في تصورها وإنجاز أوراشها وباستثمار جيد للطاقات والثروات من خلال قواعد الحكمة العقلانية. للسنة 12 يحصل شاطئ السويري القديمة بأسف على اللواء الأزرق، واللواء يمنح للشواطئ التي تتوفر على بنيات تحتية وتجهيزات ومرافق ومياه سباحة نقية ورمال نظيفة. شاطئ السويري يحظى بكل هذه المؤهلات. زينة إتلامين عبد الغني الطهراوي. على شاطئ السويري القديمة بأسف تهب نسائم العطلة، رذاذ أمواج الأطلسي تنعش المصطفي. بجوار الشاطئ تستكين قوارب صيد في مرفائها الصغير. في الأصياف القائدة يصبح الشاطئ وجهة مصطفي المدن المجاورة. الشاطئ زوين بزاف، كنزولي منه واحد صويرة. الشاطئ زوين بزاف، الأمن كاين، سيكوريتي كل شيء مزيان، نقي بزاف. الشاطئ هادئ وجميل، رماله نقية وناسه رائعون. بخيناء يرفرف اللواء الأزرق معلنا نظافة شاطئ ينتزع الصدارة في عدد الألوية التي حازها. أنا ود صواري ولكن عاجبني هاد الأمانة، لابلاج ديالنا عاجبني. يلقوا الراحة ديالهم والوليدات ديالهم فين كاين الترفيه ديال الأولاد، وكاين واحد عدد ديال المسائل وسهرات ليلية. على طول الشاطئ يمتد الكورنيش بلون السماء والبحر،
تحلو فيه متعة المشي حين تتوارى الشمس في يوم صيفي قائد. سيعرف الشاطئ برنامجا خاصا هذه السنة. الجديد في هذه السنة هو في مجال التحسيس والتوعية البيئية، حيث في هذه السنة تمت المنادات على أطر من المجمع الشريف فوسفات في إطار البروغرام أكت فور كوميونيتي من أجل تنظيف القعر ديال البحر. لا يذهب حر الصيف سوى العوم في مياه السويرية النقية تحت أعين معلم السباحة اليقظة. بشاطئ السويرية القديمة تتعدد الهوايات. الآن إلى الرياضة. بالملعب البلدي بالعرائش نظم المنتخب الوطني 2004 بتعاون مع جمعية الوفاق لخدمة الأطفال في وضعية إعاقة، نظم مقابلة خيرية خصصت مداخلها لمساعدة هذه الفئة على اندماج أفضل في المجتمع. ريبورتاج سعيد أنيس والعربي نهيري. قد يذهب البعض إلى أن المنتخب الوطني 2004 يستعد لإجراء إحدى المقابلات الرسمية. العناصر التي رسمت البسمة في قلوب المغاربة أثناء كأس إفريقيا تونس 2004 اجتمعت هذه المرة من أجل مقابلة تحمل في طياتها طابعا إنسانيا، مباراة خيرية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة إلى جانب جمعية الوفاق بالعرائش. داروا واحد الحاجه على الدراري صغار اللي خصهم يكبروا وعندهم ديفيكولتي باش يكبروا. المبادره الانسانيه هي اهم شيء، لان استغلينا الفرصه والجهود الجبار اللي قام بها اللاعب الدولي والدو نسيق مع الجمعيات باش قاموا بهذه البادره يعني الانسانيه، وهذا شرف كبير اننا نتلاقاو اول شيء ونحتفلوا مع هذ الاطفال. نتيجة هذا اللقاء كانت لا تهم، لكن الجمهور استمتع بلمسات الجناح المحبوب جواد الزيري وآخرون كاللاعب المختاري، بالإضافة إلى العميد نور الدين النيبت. نحن مجموعة قوية كما لاحظتم خلال المقابلة، حضورنا من أجل قضية إنسانية عمل يسعدنا كثيرا، ولما لا نفكر أن تتطور الفكرة لجعلها تقليدا سنويا. مبادرات وطنية في حال هذه اللي خيرية تتلج الصدر وبخص الإنسان ما يبخلش عليها. المنتخب الوطني 2004 الذي تأهل إلى نهاية تونس كان في مواجهة نجوم برازيليين لم يترددوا لتلبية الدعوة بقيادة إيميرسون هداف الوداد سابقا. قادمنا إلى المغرب من أجل المتعة ورغبة منا مشاركة أصدقائنا في هذا التضامن من أجل أطفال يحتاجون إلى مساندة ودعم قويين. اليوم قررنا أن ننظم هذا العرس الكروي بالعرائش من أجل المساهمة والبحث عن موارد مالية لمساعدة الأطفال في وضعية صعبة. كرة القدم رافعة اجتماعية لمساعدة هذه الشريحة. يسدل الستار بملعب العرائش على أمسية اجتمعت فيها اللمسات والفرجة التي تميز بها هذا الجيل الذهبي وخدمة القضايا والأعمال الإنسانية ذات طابع خيري تطوعي. في الختام نذكر ببلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمات، أعلن فيه أنه بمناسبة حلول الذكرى 19 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلاف المنعمين، سيبث خطاب العرش السامي على أمواج الإذاعة وشاشات التلفزة ابتداء من الساعة 9:30 المساء يوم غدنا الأحد 29 يوليوز. الآن إلى التذكير بالعناوين. العناية الملكية الموصورة للكفاءات الشابة ولولوج المجال التكنولوجي مكنت المقاولات المبتكرة والذكية من تحقيق قفزة نوعية جعلتها محركا رئيسيا في التنمية الشاملة. فن أحدوث رقصة تعبيرية تجسد التراث اللامادي الذي تزخر به منطقة الأطلس المتوسط، غناء جماعي ارتبط بالمجال الطبيعي، والربورتاج تابعناه من إقليم إفرا.
فعاليات الدورة 12 للمهرجان الدولي أطفال السلام متواصلة بمشاركة 600 طفل يمثلون 30 دولة، والهدف ترسيخ قيم وثقافة السلام والتسامح وتشجيع التكافل بين الشعوب. ضيف الدورة صربيا. للسنة 12 على التوالي شاطئ السويرية القديمة بأسف يحصل على اللواء الأزرق، علامة تعكس جودة مياهه ونظافة مرافقه. شكرا على طيب بقائكم معنا مشاهدينا، إلى الغد بإذن الله.